مرحبا، في هي حالة طرحة ثانية علوية معالجة لبية اعتيادية، بس ولكن هون كان مميز بهي الحالة انه الجذر الانسي مائل باتجاه الوحشي بزاوية تقريبا حوالي 90 درجة، فكان التعامل صعب شوي مع هي الام بي 1. طبعا شلون نحن راح نتعامل معه؟ اول شيء وسعنا المداخل بشكل جيد بدون المبالغة بالدخول حتى ما نعمل درجة، وبلشنا بالفايل رقم 6، دخلنا الفايل حتى ياخذ مسار القناة، وبنعمل حركات فتل يمين يسار مع دفع بسيط كل مرة حوالي نص إلى 1 ملي دفع باتجاه الأعلى حتى هو ياخذ مسار القناة. نستمر هيك حتى أخذنا مسار القناة، مثل ما لاحظين طلع الفايل شلون هو مايل وأخذ ارتسام القناة. حتى نحدد احنا الطول بشكل دقيق لازم نشيل هذا الانحناء وناخذ القياس بشكل مظبوط، ونحدد الطول على الفايل اللي بعده، ونعمل ثني للفايل حتى يساير ثنية القناة. ومثل ما شايفين طريقة الدخول شلون احنا عم ندخل، لأنه ما فتحت الفم ما بتساعدنا، راح نخلي الميلان باتجاه الأنسي، وعد ما بدخل الفايل ببداية الفوهة راح نعمل عملية فتل للفايل حتى يصير انحناء الفايل مساير لانحناء الجزر، وهون بيدخل بمساره، ومنتابع عملية البرد والتوسيع على هذا الشكل. طبعا هون الأفضل إنه نحن ما نستخدم الفايلات الآلية، وأنا هون بعد ما وصلت للقياس 15 دخلت الباس فايل رقم 20 وانكسر معي على هالشكل بالمكان الانحناء، فاضطرينا نتعذب مرة ثانية حتى نحن نعمل باي باس، يعني أخذ معنا وقت طويل حتى حسنا نعمل باي باس للفايل المكسور، واضطرينا هون نعمل نحن حشي بالبيو سيراميك حتى ياخذ هذا الانحناء وينزل مظبوط جنب الفايل المكسور. نشكر حسن استماعكم.